أهلا بكم. إذن في البداية، في أي إطار يأتي هذا القرار الجديد أو هذا الدعم إن صح القول من الكنيست لاقتحام الطلبة الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا القرار ليس جديد، ولكن تفعيله هو الجديد. نعم. تعميمه هو الجديد. شرعنة وقوننة اقتحام المسجد الأقصى المبارك هو الجديد. وصول الحكومة اليمينية المتطرفة، حكومة نفتالي بنت، شجعت منظمات المعبد الآن، ولدرجة أنهم أعلنوا أنهم سيضاعفوا عدد المقتحمين في المسجد الأقصى 10 أضعاف. والحقيقة أنا لا أعرف هل يقصدون عن 10 أضعاف عما كان قبل سنتين، أم من الأرقام التي نتابعها ونراقب هذه الأيام. فقبل سنتين، قبل الكورونا، كان أسبوعيا لا يصل عدد المقتحمين للمسجد الأقصى لا يصلون إلى 100. اليوم في كل يوم يدخل المسجد الأقصى أكثر من 100. ولذلك إذا كانت المدارس الدينية التوراتية ستدخل على خط اقتحام المسجد الأقصى وسيصبح هذا جزءا من برنامجها، فالحقيقة أن القادم خطير ومخيف، وهذا لعب بالنار حقيقة من الاحتلال الصهيوني. وأبدا واضح أن هذه الدولة الآن لا تحسب حسابا لأحد ولا تنتظر مواقفا من أحد. أمس أيضا ظهر حاخام صهيوني في بث مباشر من المسجد الأقصى المبارك من أمام قبة الصخرة المشرفة يدعو المستوطنين والمقتحمين للقدوم إلى المسجد الأقصى المبارك، ويقول لهم نحن هنا آمنون، لا يعني ليس هنالك خطر، تعالوا. طبعا هو يقول جبل المعبد، لا يقول المسجد الأقصى المبارك. والأوقاف دورها غائب، والدول العربية والإسلامية أيضا دورها غائب، وترك المقدسيون وحدهم ليواجهوا الاحتلال والمستوطنين بكل أذرع الاحتلال. ما هي خطورة فكرة دعم هذا القرار وتفعيل هذا القرار بالأحرى على فكرة التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك في الشيخ محمود؟ الحقيقة المستوطنون منذ أن زادت أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك وهم يطالبون بساعات اقتحام المسجد الأقصى المخصصة لهم يوميا. إذا كان المشاهد لا يعلم، دعني أنا يعني أذكر أن المسجد الأقصى يقتحم 5 أيام في الأسبوع، يعني كل يوم في الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت فقط لا يتم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على فترتين: فترة صباحية من الساعة 7 صباحا حتى 11:30 صباحا، هذه الفترة الصباحية، ثم بعد صلاة الظهر من 1:30 حتى 3 بعد الظهر، 1:30 أيضا. إذن المسجد الأقصى يقتحم كل يوم عدا يومي الجمعة والسبت، وهم الآن يطالبون بزيادة هذه الفترة، يطالبون بزيادة هذه الفترة، ويطالبون بمنع المسلمين من دخول المسجد الأقصى في الأعياد التوراتية الكبيرة. وطبعا إذا علمنا أن الأعياد التوراتية تصل إلى 100 يوم، وفي السنة يوجد أيضا 52 يوم سبت، يطالبون بمنع دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى في أيام السبت كذلك. فهذا يعني أن منظمات الهيكل والحاخامات يطالبون بإغلاق المسجد الأقصى 150 يوم، يعني نصف العام، وهكذا. الأمر خطير جدا، الأمر جد خطير، دون ذلك الدماء والأرواح. وأهلنا في بيت المقدس يرابطون في المسجد الأقصى المبارك، ولكن هذا المقدس هو ليس مقدس فلسطيني. نعم. هذا مقدس إسلامي. وهذا هو السؤال دكتور محمود، الحقيقة من أين اكتسبوا هذه الجرأة وهذه الوقاحة إن صح القول في التعامل مع المسجد الأقصى المبارك؟ صحيح، هي ليست جرأة بل هي وقاحة، واكتسبوا هذه الجرأة وهذه الوقاحة من 3 عوامل. العامل الأول أخي الكريم، وصول حكومة يمينية متطرفة على رأسها نفتالي بنت، وهو أحد يعني يمكنك أن تسميه أحد حاخامات منظمات الهيكل. هذا أولا. ثانيا، من الصمت أو الموت العربي بعد إقدام الأنظمة العربية على معاهدات تطبيع العار والشنار مع دولة الاحتلال الصهيوني، هذا العامل الثاني. العامل الثالث،
مع الحملة غير المسبوقة على بيت المقدس والمقدسيين من هدم البيوت واستهداف الأحياء السكنية، استهداف المقابر، استهداف المسجد الأقصى المبارك. فتشتت جهد المقدسيين، تشتت الجهد. هل المقدسيون سيرابطون في حي الشيخ جراح ولا في سلوان ولا في المقبرة اليوسفية ولا في المسجد الأقصى المبارك؟ هذا التشتت لجهود المقدسيين أدى إلى أن وصل الأمر بالاحتلال إلى حد أكثر من مما وصفت، يعني أكثر من الوقاحة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك وفي استهدافه بشكل مباشر. يعني قديما كنا نتكلم عن استهداف مدينة القدس، الآن نحن نتكلم عن استهداف عين المقدس الإسلامي المسجد الأقصى المبارك. ماذا عن موقف الأزهر؟ كيف رأيته في الشيخ محمود اليوم؟ الأزهر الشريف يستنكر ما جرى، يستنكر هذه الدعوة، يتحدث أن المسجد رغم كل ما يتعرض له يظل مسجدا إسلاميا خالصا، لا يمكن القبول أو المساس بوضعه التاريخي، تحدث عن المخطط الإجرامي الصهيوني المستمر ضد المسجد الأقصى وعن العواقب الوخيمة الذي أو التي تنتظره. كيف رأيت هذا الموقف؟ طبعا لا نستطيع إلا أن نثمن أي موقف مع القدس والمقدسيين. أنا أثمن موقف الأزهر هذا، وإن كنت أنا أتمنى أن يكون الموقف أكثر صلابة، لأن يدعو الأزهر النظام المصري أن مثلا يسحب السفير تبعا لما يحدث في القدس، أن نسمع من الأوقاف الأردنية المسؤولة عن أوقاف القدس هي الأوقاف الأردنية، نتمنى أن نسمع موقفا واضحا وقويا أيضا من الأوقاف الأردنية أن تطالب بإلغاء معاهدة السلام وسحب السفير نكاية بما يحدث في داخل القدس. نريد أن نسمع من الحكومات العربية التي طبعت أنظمتها كذلك أن تجعل هذه الاتفاقات أن يظهر فيها ولو إيجابية واحدة. يعني منذ أن طبعت هذه الأنظمة لم نرى لهذا التطبيع شيء إيجابي على الدول العربية، دعونا نجد شيء إيجابي واحد لتقف هذه الأنظمة في يعني موقفا صلبا واحدا فقط في ديوار المقدس الإسلامي في القدس، وإلا فنحن نتمنى أن نسمع مواقف من الدول الإسلامية الكبرى كتركيا، ماليزيا، إندونيسيا، الهند، باكستان، كذلك أن نسمع منهم قولا واضحا قويا حول ما يحدث في القدس، لأن هذا المقدس ليس مقدسا فلسطيني، هو مقدس إسلامي أصيل، وهو صنو المسجد الحرام، جمع الله بينه وبين المسجد الحرام في آية الإسراء. نعم، في كل مرة الحقيقة نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك في الشيخ محمود نتساءل عن ما هو واجبنا نحن، لا أتحدث عن الحكومات، أتحدث عن الأفراد، عن المجتمعات، عن الجمعيات، عن الإعلام، ما واجبنا نحن وباختصار؟ والله أخي واجبنا أن نعد للسؤال ليوم القيامة، إن الله سائلنا فردا فردا عن المسجد الأقصى المبارك، فلنعد لهذا السؤال جوابا صوابا. كل واحد منا سيسأله رب العالمين يوم القيامة ماذا قدمت للمسجد الأقصى المبارك. ولذلك أنا دعني أوجه رسالة إلى كل من له حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، استنكر أنت يا أخي، هدد أنت، أخبر الدنيا كلها أنك ترفض ما يحدث في القدس وأنك تناصر المقدسيين. والله إن أهلنا في بيت المقدس حين يعني يقرؤون ويجدون مناصرة من المغرب، من الجزائر، من تونس، من الخليج، من دول الخليج، من السعودية، من قطر، من الإمارات، من البحرين، والله تعود إليهم الروح ويعلمون أن وراءهم أمة تساندهم. أنا أدعو كل من له حساب في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه متابعين، ليس بالضرورة أن تكون إسلاميا لتحب القدس، يكفي أن تكون إنسانا، يكفي أن تكون مسلما لاجعل خلفية يعني حسابك صورة المسجد الأقصى المبارك. أنا أدعو من لهم متابعين بالملايين أن لا تكون مشاركاتك على وسائل التواصل الاجتماعي يعني مشاركات تافهة، بل اجعلها يعني مشاركات حقيقية حول ما يحدث في مقدسنا الإسلام الكبير في القدس وفي مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. والعدو الصهيوني يرصد هذه الحسابات الناشطة ويحسب لها ألف حساب، ولعله يتراجع عن كثير من خططه إذا وجد، لأنه يرصد ردات فعل الشوارع العربية أكثر مما تفعل الأنظمة العربية. هو يعني يحسب
ما رد فعل الشارع العربي إذا أنا اقتحمت المسجد الأقصى؟ وهكذا أنا أدعو الشعوب العربية لتقول كلمتها. شكرا. أيضا الرافضة لما يحدث في القدس والمسجد الأقصى المبارك. أشكركم شكرا جزيلا دكتور محمود سعيد الشجراوي، عضو هيئة علماء فلسطين، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.